من هو يورجن كلوب؟ ولد يورجن كلوب في 16 من حزيران يونيو سنة 1967 في شتوتغارت بالألمانية. والده كان لاعب كرة قدم، ومنه تعلم يورجن حب اللعبة. بدأ في نادي للهواة بعمر 16 قبل أن ينتقل إلى نادي ماينز، حيث قضى أغلب مسيرته كلاعب. وبعد اعتزاله استلم تدريب الفريق سنة 2001. خلال سنواته السبع مع ماينز، قاد كلوب الفريق للوصول إلى البوندسليغا لأول مرة في تاريخه، ثم إلى الدوري الأوروبي. انتقل كلوب سنة 2008 إلى بروسيا دورتموند، حيث أمضى سبع سنوات أيضا، حقق خلالها لقب الدوري مرتين وكأس السوبر والكأس، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. منذ سنة 2015 استلم كلوب تدريب ليفربول الإنجليزي، وقاده إلى نهائي كأس أوروبا ودوري الأبطال. والده نوربرت كلوب كان لاعب كرة قدم، ووالدته إليزابيث كلوب كانت مندوبة مبيعات. قضى كلوب معظم طفولته في قرية غلاتن، وكان يحلم بأن يصبح لاعبا ومدربا ناجحا في عالم كرة القدم. بدأ حلم كلوب يصبح واقعا عندما انضم إلى نادي الهواة إرجنزينغان، ثم وقع أولى عقوده الاحترافية مع نادي ماينز. قضى يورجن كلوب معظم مسيرته كلاعب، والتي امتدت 15 عاما مع نادي ماينز، حيث سجل له 52 هدفا. وبعد اعتزاله تم تعيينه مدربا للفريق، وذلك سنة 2001. درب يورجن كلوب نادي ماينز لمدة 7 سنوات، قاده خلالها للوصول للبوندسليغا لأول مرة في تاريخه، والتأهل إلى الدوري الأوروبي موسم 2005-2006. درب يورجن كلوب نادي ماينز قلنا 7 سنوات، وفي مايو 2008 وقع يورجن كلوب عقدا مع نادي بوروسيا دورتموند ليكون مدربا له. وفي أول موسمين له احتل الفريق تحت قيادته المركزين السادس والخامس على التوالي، قبل أن يقوده في موسم 2010-2011 لتحقيق لقب البوندسليغا، ثم المحافظة على اللقب موسم 2011-2012، كما قاده لتحقيق سلسلة من 28 مباراة دوري بلا هزيمة. كما حقق في موسم 2011-2012 لقب الكأس، ليكون كلوب بذلك قد حقق للنادي أول ثنائية محلية في تاريخه. موسم 2012-2013 شهد تركيز يورجن كلوب على دوري الأبطال مع فريقه، فتأهل في دوري المجموعات على حساب مانشستر سيتي وأياكس، وأكمل الطريق ليصل إلى النهائي ويلاقي غريمه بايرن ميونخ. خسر دورتموند النهائي بنتيجة 2 هدف بعد هدف روبن القاتل في الدقيقة 89. كما خسر الفريق لقب السوبر وأقصي من الكأس أيضا. في آخر موسمين له مع النادي، حقق كلوب لقب السوبر الألماني مرتين. انتقل يورجن كلوب إلى نادي ليفربول الإنجليزي في أكتوبر 2015، ومنذ موسمه الأول نجح كلوب في قيادة الفريق إلى أول نهائي أوروبي له منذ 2007، ببلوغه نهائي اليوروبا ليج، متجاوزا في طريقه كل من مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند، قبل أن يخسر النهائي أمام إشبيليا الإسباني، كما خسر لقب الكأس أمام مانشستر سيتي في نفس الموسم. موسم 2017-2018 شهد قيادة كلوب لنادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأول له منذ 2007، إلا أن طموح النادي الإنجليزي اصطدم بقوة نادي ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفوز 3 أهداف لهدف. تزوج كلوب مرتين، الأولى من صبين وأنجب منها طفله مارك، وتزوج ثانية سنة 2005 من أولا ساندروك. حصل كلوب على دبلوم في علوم الرياضة من جامعة غوته سنة 1995. خضع كلوب لعملية زراعة شعر سنة 2012 قبل مباراة دورتموند مع أرسنال في دوري الأبطال 2014. أخذ كلوب فريقه للتدريب في إحدى حدائق لندن. يحب كلوب ركوب القطار إلى منزله بعد المباريات بدلا من الذهاب بسيارته.